اسمعوني المكاتب اللي جنبي. عرفت من ذا اللي يغني في المنور؟ ينشد ينشد يا تمدي. عرفت الطريقة؟ فضحت نفسي أنا بالحمام. اي لا ايش جو إيه؟ عرفت شوي ما درت إلا العسكر خمسة من الشرط عارفين ما في أحد. بعدين ايش ذا الصوت؟ هيقول وش ذا وش اللي حاصل؟ فهمت؟ ما دريت إلا هم أثرهم حققوا اتصلوا على يعني المكتب. عرفت؟ قام هالمكتب قال سالوا قالوا في عندكم احد؟ لا 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 ما عندنا احد، القاضي مجاز والامور طيبه و و ما الاخر. ما شبت. عرفت؟ شو الطريقه؟ قالوا خير ان شاء الله. ما اتصلوا على احد ولا كذا، ما دريت الا في شرطه، في شرطه وسط المحكمه. ما دريت بارك الله فيك الا عندهم مثل عندهم مستر كي. مستر كي اللي يفتح لي كل الباب. لا 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 تحط، لا تحط اخر واحده. لا لا تحط لا اخر واحده، والله العظيم بيذبحنا. لا لا والله اخر واحده، والله العظيم بيذبحنا. يا سعد ذبحتنا يا سعد، خلنا تحط خلاص واحده حطيتها شكرا الله. المهم ما درت الا مستر كي معهم. ايه مع الشباب؟ لا العسكر. ايه شوفوا شو الوضع يا رجال، ما في احد في المكتب. إيه؟ مثل اللي وسط المنور صوت منور. انا بالي ان الدعوه صامت ما في احد، انا صوتي ازعج القضاه. فتحت عندهم جلسات وهذا رجال اصواتي طلعت برا، ما ادري ايش السالفه. انا ما دريت الا العسكر محضرين يمشي مع الصوت. فتح الباب. هذا انا ايش قلت انا؟ قلت له انا والله العظيم عسكر انا ما ادري من هم. انا افكر ربعي اخويا يا منى ربعي هم راحوا فيها جو مثل ما تعرف ابو كاتم، دخل ابو كاتم جو كذا في زاويه صغار. انا لا انا المهم قاموا يقوون الضرب. قلت يا اخي ما احد ياخذ راحته حتى في الحمام واطلع عليها بالميشفه. بعد ايوه ايه بفتح الباب وطالع عسكر. من انت؟ من انت؟ مو فيني محضر. وادخل على الرئيس المحكمه وتحقيق. يا الله جاني شيء. اي ايش مسوي انت؟ يا اخي دوام رسمي ومحكمه شرعيه وتقعد داخل دوره المياه وتقعد تغني ولا وحق القاضي حق الشيخ حق الشيخ داخل بحمام الشيخ. ايش عندك؟ عرفت صوتي طالع على مكتب القضاء جنبنا يسمعون منطربين. وش ذا اللي يقول مهمول ولا ايش صار؟ انا اللي ما حد يسمع يا اخي خابر ما شاء الله زي الجدران يقول هذا كبرها. شنو صوتي ما شاء الله سبحان الله كناري ذا يطلع. المهم حقهم معي يكتبون لي هذا اول ملاحظه علي. المهم يوم قالوا ما نقدر خلاص كتبوا علي بس قالوا لازم القاضي حقك يشوفه يدري عن الموضوع. ايه قلت القاضي بينقبل على القاضي يحبني القاضي من شلون ما فيه يدقون عليه. قلنا لا لا تدق لا جاء تفهمنا. اقدر اقعد اسبوع كامل بقى اسبوع ويجي وعلى اعصابي. تقعد تنتظر اسبوع كامل؟ لا اسبوع كامل على اعصابي يعني ما ادري القاضي ايش بيسوي فيني. يوم جاء القاضي انتظر اسبوع ما قالوا لي شيء. الاسبوع الثاني ما قالوا شيء. انا ما صبرت قلت يا قاضي ما حد قال لك شيء ولا شيء. قال لا تقول لك شيء. قال وشو؟ قلت يا اخي انت ما انت معجبني. قلت يا اخي ما ادري يا اخي في شيء ولا شيء. المهم ما في. قلت طيب انا ادري لك شو موظفين شيء. قال وش؟ قال رجال مسوي علي جريه وانا خايف ذي ما ترقيني. نقول ما في ترقيه عليك انا جاي تجربه توك ست شهور ما بدكم ست شهور وهذه مسوي لك مشاكل. اما القاضي قلت يا تكفى يا فلان موضوع. قال وش اللي حاصل؟ قال ما ادري. المهم قلت جه قال في استراحه نطلع استراحه يا شباب انه عشان هو تو جاي من اجازه. قبل نطلع استراحة ما قد اسبوعين نجتمع عنا المكتب ونسولف وكذا عندي في استراحة عنده. يوم جيت عنده في الاستراحة المهم وافتح الموضوع انا. طيب يا قاضي ايش رايك بسوات واحد كذا اقول في واحد الله يهديه واقول حط مو بنا ولا احنا مكتبنا. قلت واحد في مكتب مكاتب سوى ما ادري شلون وهو انت. اي المهم قال القاضي هذا مفروض انه يؤدب وانه يفصل وانه كذا وانه كذا. يا شيخ من الرحمة أين الشفقة؟ لمن المهم إيش يا اللي معي يضحكون ما يتم الضحك عليك يا ابن الحلال. الوضع ترى الوضع مزري. قلت يا شيخ ما حد ما درت بالسالفة هذه ولا شيء. قال لا ما درت فيها. قال لا بتجعني ما أدري فيها. يا شيخ الشامبو ناقص ولا كامل ولا إيش أنا حقك؟ قال الشامبو قال قال شارك اللي يدري عنها أساسا. يا ابن الحلال يا شيخ أنا قدر الله علي قدر الله علي طلعت أقول تحدوني هل وجيه الودرة؟ أقول لشيخ ذولي وقالوا لتحداك أنك تتسبح وأنا أقول للشيخ يحبني والشيخ كذا والشيخ كذا وعلمه بالموضوع بالسالفة. يوم علمته بالشيخ تعرف اللي بده يضحك وده يهاوش وده يضحك هو يعني ما تقول
صعد صحيح مو صحيح محلف له حلف والله يا شيخ طالنا صحيح والله يا شيخ صحيح قال شوف انا بتاكد بكره ان كان صحيح ولا مو صحيح واوريك انه تادب يا شيخ يا ابن الحلال تكفى يا شيخ يا 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 المهم يجي مستان ويروح وراح في الموظفين ويسال الموضوع ويبجاني سعد تعال يجيك المكتب اطلع انت وياه سكر الباب قال قال انا مش اني ما اعطيك قلت مش معطي مش ما اعطيتني شيء قال لا مش ما اعطيك كنت ما اعطيك المفاتيح عشانك رجال انسان طيب وانا نحبك وانا وانا وهذا ما يصلح وهذه امانه وهذه 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 انا سرقت اوراقك دخلت الحمام قال له هذا شيء مملك وانت لكم اشياء مخصصه وفي اشياء مخصصه لي و و و اعطاني محاضره بغيت بغيت ابتسي يعطيني اياها والله العظيم حشر حشرني حشره المهم العيال اشوف رجليهم عند الباب تحت يسمعون هو حشره هو ترى هو كذا المهم قال يوم خلص قاعد صدق قاعد بشر لك ترى قلت والله بالصراحه هم صدق والله تحدوني وانا ان يا الدواسر يقول كذا الدواس ما بيحد حدان وانا صراحه طنخت اي طنخت وانا رجال صراحه ما اخذتني العزبه مستوين والله صراحه في رجال اسمه كذا هو اسمه اقول والله انا داري ان رجال ذا هو نخوتي وهو حط عليه ان فلان ابن فلان ابن فلان قلت والله ابو ابراهيم كذا اسمه ابو ابراهيم إيه؟ كذا 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 اني من دخيفيك كان ما اسود الحركه ذي يوم قلته حد اقول شيء غلبتني يقول غلبتني غلبتني قلت ها ابي نص ابي شيء منك او شو خصم عليهم انهم هم الذين خربوني اقول كذا المهم فطس الشيخ ضحك واستانس علي وتزهى الخير واكتب فيني ترقيه ترقيه من قسم الى قسم على الاقل إيه؟ انت شيخك او لا هو هو حاول حقك ذا حاول انه يعني هاوش لا ما قدر يقول شكلك لا استقبلك يعني استقبال كويس أنا أول دوام أول يوم دوام لي خلاص بقول بسم الله الرحمن الرحيم تعرف أنت زي ما قص الشريط بس أنا ما لبست بشت الحمد لله أموري طيبة ما بستشت لا لا الحمد ما تعطرت لا لا تعطر لا بالساعة شغالة وعليك الجوال معك شماغي لي أكويه لي أسبوع ما حد قرفطه هنا مثل شلون ما حد قرفطه مثل شماغي أسلم أيوة تفضل جيت أنا للإدارة القانونية في الوزارة السلام عليكم حياكم الله عبد الله نجبان الموظف الجديد قال أنت اللي موظف جديد قلت أيوة عليك النور استقبلني سكرتير أبو عبد الرحمن بعد سبدي أول ما استقبلني قال المدير مو موجود الحين بدخلك على مساعد المدير دخلت على مساعد المدير وبدر الله يذكر بالخير إن شاء الله ويحفظه الأمور طيبة أنا انبسطت استقبلني استقبال أبو بدر حسيت إني أنا يعني جاي المكان أبصير من فطاحلة القانون هذا مكاني يعني أعطاني قوة تعزيز وعزم طبيعي المهم جيت أنا طلعت جاء حبيبنا قال جاء المدير أبدخلك عليه دخلت أنا على المدير السلام عليكم عليكم السلام أنت الموظف الجديد قلت إيوه قلت إيه أنا الموظف الجديد قال قال ما شكر الله يعني انه انت جايين غصب علينا احنا ما اخترنا يعني ولا احنا ما مكتفين يعني ولها الله عليك يا صباح الخير يعني تونا بادين قال بس ما نقدر نسوي شيء يعني انت جاي بقوه النظام يعني غصب علينا طيب اوكي قلت له ان شاء الله اني قلت اعتبره مثل ولدك وما ادري ايش وانه اذا اخطيت اعتبر اني انا مثل ولدك قال لا لا ولدي ولا احزاب بعملك معامله موظف ان اخطيت حاسبناك بالنظام ان مشيت اكرمناك طيب يعني. ولا متى ذي لا اول ما توظفت من سنين يعني مو إيه من تقريبا 3 سنوات انا انصدمت شوي ايش تحاول يعني توي شايفك يعني قلب عليك يعني اذا من معامله يعني المهم قال لي تعرف انجليزي قلت ايه ما حفظ شكله الا هالكلمه كم جاء سأله قال وشي حقت معهد الإدارة يونيفرسيتي لا معهد إدارة يونيفرسيتي جامعة كونسل لا وشي مانجمنت انستيتيوت هذه انستيتيوت مو مانجمنت ايوه مانجمنت قلت مانجمنت عارفها هي إدارة بس انستيتيوت هذه أول مرة أسمعها
حجة ما تعرف انجليزي. قلت مو بنا مو بلازم الكلمات اللي انت عرفها انا اعرفها، انا اعرف الكلمات اللي انا متعلم يعني الاشياء البسيطه، انا الاشياء هذه ما انا بعرفها. انستيتيوت ايه. قال لي طيب اوكي تكلم الانجليزي. قلت اوكي بتكلمك عن نفسي. قلت له جود مورنينج وما ادري ايش وكملت. قال لي خلاص 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 ما تعرف. ما عرفت الكلمه خلاص بعرف. طيب ما عندك مشكله. المهم سالني كم سؤال، تعرف اللي انضغطني نفسيا في البدايه، فالاسئله اللي سالني اياها انا ما كنت ماني عارف اجاوبني منضغط نفسيا. هو يطقطق شكله. قال لي انه يعني جاين انا بقوه النظام يعني، ولا لو عليه ما وظفني. المهم انا طلعت جلست في مكتبي. بعد 3 شهور تفاجات ناداني بالاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال شوف اسمعني يا عبد الله، تكون صريح معاي، انت فاهم انا وياك ونحل الموضوع. سلام. تلف وتدور وتنكر، ترى يا بعاملك معامله النظام وبوصل الموضوع لي يعني اكبر من كذا، بكبر الموضوع. انا تعرف اللي اعطاني صدمه كذا في الوجه. بس طبعا في ذا الموقف كنت تعرف ابتسامة اللي غصب. قلت سمى بشر وش دعوة المتلايش. أنا جبت ماضي حتى يوم أنا بولا ابتدائي وش أنا مسوي يعني. ما إلا 3 شهور هو أصلا مانع مني أي معاملة، ما يعطيني ولا معاملة. فقاعد أفكر وش سويت أصلا يعني، لا استلمت معاملات، وش اللي صاير يعني. قلت يمكن كاسر شيء، موقف غلط، شو السالفة. المهم قال فلان وفلان انت موقع عن ايهم؟ قلت ها. ايوه. قال بالود الاف دوره، انت موقع عن مين؟ قلت والله يا ابو فلان انا اول شيء يعني ما وقعت. قال وش انا قايل لك؟ قلت لك خلي الاف دوره. قلت انت بين اجاوبك الاجابه اللي انت بيها ولا الاجابه اللي انت تطلبها الان الصراحه؟ قال اكيد ابي الصراحه. قلت الصراحه الاسامي اللي انت تقولها هذه انا ما اعرفهم. ما لي 3 شهور مداوم. طبعا يوم انا يوم داومت انا قعدت في مكتبي. فاللي في مكتبي الثلاث اشخاص هذول هم اللي اعرفهم، وهذول يعني دائما حضورهم احسن من، وهذول الناس انا ما يعني في مكتب ثاني انا ما اعرفهم. اصلا ما قلبوه كل شيء بعد هو ما قلبوا. لا هم هو في احد موقع عن الثاني. بس مين اللي حط عليه الاتهام؟ انا. انت موقع عن احد يا عادي؟ انا ذولا ما اعرفهم شلون اوقع. قال خلاص خلاص انا ترى برفعها للمختصين ذول عشان يحللون الخط والتزوير. طيب ما عندك مشكلة يا أبو فلان، أنت على أي أساس حكمت؟ قال لي إنك أنت الوحيد اللي خطك زين. لا حاضر ولا لا. يا آدمي حتى مشكلة خطي زين ترى مقنع الموضوع، حتى خطي مو زين أصلاً يعني. ف يعني احمد ربك يعني استقبلك المدير، استقبلك المدير استقبال كويس يعني احمد، وحتى بشتك غيرك ايش اقول. بس لا انا صراحه الحركه ذيك بعد شهر ترقيت، صار يحطوني في المجالس القضائيه الثلاثيه. حلو. عرفت عقبها جاني قرار نقل الى المحكمه الجزائيه، عرفت عقبها لوزاره العدل، وفي انتدابات امور طيبه صرت مع المشايخ. ليش يقول شيخ ان نقعد معك يا سعد نحس انك انسان هذا ابيض عادي. يقول بعض الشباب انا ورك تزعل علي يوم اقول لك بيور. لا علمك صراحة انك بيور لايف هذه بعدين. يعني يقول الشاب اللي عند الموظفين لو سمحت طال عمرك يا شيخ انا ادخل عليه صالح كذا ما في عاب. قال يا ابوي وين وين بجالس. يقول بس يقول ننبسط عليك، يقبلها منك تقبلها منك. وغيرنا غير الشباب بعض يقول ما تجي منهم زينه فينبسطون، فياخذون معهم في الطلعات في دخلات في عزايم زي كذا. وجزاهم الله والله العظيم انهم تواصل معي كلهم وكل والله الشيخ طيب النقاط من عنده ابو زعلان. خل هالكلام ذا الحين عرفت 6 مشايخ وكل واحد زعلان. الله يساعدهم الان. ليش سالت على كلمه بيور يوم اقول لك بيور؟ يعني هم قالوا لك انت صافي من جوا. انا صراحه احس نفسي المويه ذيك بيور. شاب المويه ادري انا مش تعرفني انجليزي. لا انا ترجمت لك اياها بوقتها. اي قلت وقتها خلاص صرت وقتها. قلت لك انت بيور. قلت بيور وشو بيور ما ادري ايش. لا ادمي بيور يعني صافي بير يعني جمع بيور. ايوه عليك نور. يلا مع السلامه. بدينا صراحه وقتها ما كنت ادري وجاي لي معي ما شاء الله تبارك الله الثلاثه هذول اللي ياكل ذره في الزاويه. شفت مشاب نواف انت وعيالي والواحد ما عاد يقهرني. ترى طالب ذره لي ترى كان وقتها وكلمه علي صدق انت السبب ترى جد والله كنت طالبها وكلوها علي.
طيب اطلب ثاني عادي. صراحة ما كان ودي اصرف دراهم بتطير. انت زيك ما سحبت 100 طلاحات؟ والله انت بعد خربت عشاي بعد. لا انت رقيت فوق. لا رقيت فوق موقف فوق. انا كنت رايح اتقضى من احد السوبر ماركت كذا الليها رايح. بس صدق صدق يعني ما شاء الله عليك ترى والله ما ادري شلون عرفتني انت. انا عرفتك؟ ايه انت اللي عرفتك. انا جيتك؟ اي والله ما اذكر. انا مشيت بيك كذا اعطتني اشاره كذا اعطتني النظره القانونيه. لا انت لا انا مش شف عاد انا كان معي اكيوس وخرابيط كله. والله انت ابتسمت. ايه انت ابتسمت اعتقد نظرته ابتسمت. ما اقول لك سعد